في حضرة الكبار، ذكريات، نجاحات، اعترافات بجرأة وبكل مصداقية. حوار مع الكبار في حضرة الكبار، وكلام لأول مرة مع الكبار، مع الكاتب حسن مين يوسف. مع الكبار، مع الكبار، الخميس 10 المساء على صوت الشباب FM. مع الكبار على هوا صوت الشباب. مع الكبار في الأعداد والحوار يامن ديب. ومع الكبار في الإخراج أمير دياب. مستمعينا مساء الخير. شخصية ثقافية فكرية جدلية، لديه من الأعمال والمقالات الأدبية والشعبية ما يكفي ليقال عنه أديب ومبدع سوري بامتياز. هو المعني بالتعبير عن نفسه ومحيطه المنتمي إليه. هو الغني عن التعريف في عالم الأدب والدراما التلفزيونية. هو الروائي الملتزم بجودة نتاجه قبل أي شيء. هو من يرى في الفن استبصارا للزمن يعيد من خلاله تشكيل أشواق الروح البشرية ليغير بها العالم. هو أحد أبرز صناع الدراما والأدب القصصي السوري، الكبير حسن ميم يوسف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك بكل مستمعيك ومشاهديك أيضا، لأنني أرى أنه لديك تسجيل مرئي اليوم. أكيد تحية لك اللي عم يتواصل معنا ويشوفنا عبر إذاعة صوت الشباب FM عبر الفيسبوك. مستمعينا، ضيفنا اليوم كبير من كبار هذا البلد، رح نكون معكم ببرنامج مع الكبار بحلقة اليوم عبر هوا صوت الشباب، لكن خلونا نبلش بفقرات حلقتنا لليوم. بأولى فقرات برنامجنا، فقرة هذا أنا، محطة خاصة عن شخصية الضيف وعن طفولته وأجواء وعائلته وأفكاره. اليوم رح نعرف تباعا بعد هذا التقرير رح نسمعه من محطات من حياة الكبير حسن ميم يوسف. هذا أنا. ضيف حلقة اليوم من برنامج مع الكبار الكاتب والأديب والسيناريست حسن ميم يوسف. من مواليد ريف اللاذقية عام 1948، تلقى علومه الإعدادية والثانوية في مدارس كل من مدينتي جبلة وبانياس، ثم انتقل إلى جامعة دمشق ودرس فيها الأدب الإنجليزي، ليبدأ بعدها كتابة القصة القصيرة والعمل في الصحافة الثقافية. عمل كمحرر ثقافي رئيسي وكاتب عمود ساخر في جريدة تشرين، وكتب أيضاً في جريدة الوطن السورية وصحف ومواقع أخرى. شارك في لجان تحكيم عدد من المهرجانات الفنية والمسابقات الأدبية. كتب استطلاعات وتحقيقات صحفية، كما أن له قصصاً وأعمالاً ترجمت إلى الفرنسية والإنجليزية والصينية والإسبانية والروسية، وكتبت عنها أطروحات جامعية. شارك في عدد من المعارض السنوية لجمعية التصوير الضوئي بدمشق، كما ترجم العديد من القصص والمقالات والدراسات من الإنجليزية إلى العربية. حسن ميم يوسف
متزوج ولديه من الأبناء مايا ورام. مع الكبار. من جديد مساء الخير لكل اللي انضم لنا ببرنامجنا مع الكبار، برنامجنا الأسبوعي. اليوم ضيفنا إذن الكاتب والروائي والأديب حسن ميم يوسف. أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذنا. خليني بلش من بيئتك ومحيطك الريفي. خلينا نحكي عن مكان تولدك، قرية الدالية بريف الجبلة. إذا بدنا نقول الإسانس تبع كتاباتك، روح نتاجك الأدبي اللي معشق فيه ريحة الطيون وريحة الزهر وريحة البلوط، إذا بدنا نقول قديش كان ميزة لإلك كمنشأ المغرق بالإبداع. هلأ باللغة الإنجليزية نفس الكلمة بتحط قبلها this بتصير عكسها. نعم. advantage ميزة. this advantage بتصير لا ميزة أو ميزة مضادة. نعم. أنا بعتقد أنه يعني أنا ولدت في قرية الدالية بفترة من فترات الفقر الشديد، لعائلة فقيرة جدا. أنا أول واحد بتعلم بالعائلة، لهيك يعني الطبيعة كانت بالنسبة إلي ملاذ. كنت أهرب من قسوة البشر للطبيعة. نعم. إلى قسوة الطبيعة. الطبيعة كانت قاسية أيضا، لأنه بكل بساطة أحيانا أنت بتكون يعني المسافات بالنسبة لمن يركب السيارة تختلف تماما، الإحساس بها يختلف عن إحساس من يمشي على رجليه، خاصة إذا كان يعاني العطش والجوع. وأنا كنت أمشي على رجلي، هذا الشيء خلق علاقة خاصة بيني وبين الطبيعة، بيني وبين البيئة. بالرغم من أنه يعني في ناس يحاولون أن يدهنوا الواقع بالزبدة بحيث يبدو كما لو أنه مدهش، يعني شيء رومانسي وخرافي. أنا ولدت في ظروف قاسية جدا، وكان الناس قسات، يعني أبناء جيلي أنا كنت ضعيف البنية، ولذلك يعني لم يكن لي مكان بينهم. في شغلة اسمها المغالبينة، إذا مكاسرة أو شيء مول مكاسرة، يعني مثل مصارعة. نعم. حرة. نعم. يعني أنه لازم تبطحه للخصم وتركب على صدره. أنا ما كنت فالح في هذا النوع من إثبات الوجود، ولذلك هربت إلى الطبيعة. الطبيعة فتعلمت كيف أحترم الطبيعة، وأعطيتني الكثير من أسرارها. أنا بعرف كل أنواع النباتات اللي بتتاكل. هل وظفت هذه المعرفة بحياتك؟ طبعا. كلمة بإنتاج معين. اسمح لي يعني مثلاً؟ هلأ أنا في كلمة وظفت أنا هي بوقف عندها وبحط تحتها أربع خطوط. في ناس بيقولوا أنه أنت بتوظف معرفتك بالناس. كلمة وظفت يعني تلحق إهانة بالناس. أنا بعبر عن حبي للناس، بعبر عن امتناني للطبيعة، مو بوظفة. الطبيعة ليست موظف عندي كي أجعلها تأتي إلى الدوام في الثامنة صباحا وتنصرف في الثانية ظهرا. أنا ابن هذه الطبيعة. يعني أنه استخدمت، هل استفدت، هل طبعا يعني هي كونتني. نعم. هي كونتني. يعني الشخص الجالس أمامك تماما في بداخله أزهار، يعني نحن كنا ناكل نوع من السوسن، أزهار السوسن تؤكل وطعمها حلو. في جواتي يعني كائنات مركبة شديدة، طرمبوز وسلبين وبطم وفشتعون، كل هذه النباتات. أنا بعتقد أنه كل هذه الأشياء كونتني. والشخص الذي يتكلم معك الآن هو نتاج كل ما مر به من ممارسات الآخرين ومن إهداءات الطبيعة، من كرم الطبيعة. طبعا أحيانا الطبيعة بتكون قاسية، يعني مثلا بتمر بجبل ما في نقطة مي وأنت تكاد تهلك عطشا ومضطر تكفي طريقك. وأنا كنت حط
طرف قميصي يكون في جفر مثلا في كاستين مي، بس الدود فيه مبين يعني مرئي، فانا كنت حط قميصي فوق الدود وامتص المي عبر القميص. ما يصير لك شيء؟ ما يصير لي شيء، دليل اني امامك. الانسان عنده قدرات هائله بجسمه، قادر يرمي، بس بيجهل هذه القدرات. طبعا يعني هلا عملوا تجربه انه حاطين دخان وويسكي على كرسي، انه انه اخطر شيء على الصحه، بالاخير بيطلع اخطر شيء هو الكرسي. نعم، بيطلع الكرسي هو اخطر شيء على صحه الانسان. الكرسي بمعنى الكرسي ولا الكرسي بمعنى المنصب؟ الكرسي بمعنى الجلوس، لانه هذه الوضعيه، وضعيه الجلوس، ما بتتصور قديش بتعمل مشاكل بجسمك. الكرسي بمعنى المنصب بتفيد ولا بتضر؟ هلا الكرسي بمعنى المنصب هي شغله فرديه بتخص واحد بعينه اللي هو قاعد على الكرسي، بينما انا عم بحكي عن الكرسي بمعنى انه الجلوس المديد على الكرسي بالصحة. نعم، سطرت بعالم الدراما التلفزيونيه لكثير من القصص والحكايات، بين القصه القصيره والسيناريو السينمائي والتلفزيوني والمقالات والزاويات او الزوايا الساخره اللي لا تزال بتنتجها يمكن لهلأ وتواظب على نشرة. لساها شغف بالنسبة لحضرتك يعني؟ لسه بتكتب هذا الباشن اللي كنت تكتب فيه، ولا صارت مصدر رزق زي ما نقول؟ أنا شخصيا الكتابة بالنسبة إلي لم تكن يوما احتراف. أنا بعتبر حالي هاوي حتى هذه اللحظة حقيقة، و احيانا بكون مريض مثلا او ما عندي شحنه. تصور انت انه مثلا بكون مريض، بيجي يوم السبت لازم اكتب المقال تبعي، درجه حرارتي بتكون 38 مثلا، فباخد اجازه اوتوماتيكيا من المرض، بقوم بكتب المقال، بنسى مرضي، بكتب المقال ببعته وبرجع بمرض. هاي ما صارت مرة وتنتين وثلاثة وعشرة، في كل مرة مرضت فيها تتكرر هاي المسألة. أنا عندي التزام حقيقي تجاه عملي، ولكن هذا الالتزام لم يحولني إلى لاهث وراء الكلمة، بمعنى أنه مجرد مستخدم لها. أنت بتتصور أنت يعني الكتابة بالنسبة لي بعتبرها أمانة حقيقة، يعني خاصة الكتابة الصحفية. الكتابة الأدبية هي نوع من الخلاص، يعني أنا ما بكتب القصة عندما تخطر لي، أولا بتركها تخضع لاختبار الزمن، إذا نسيتها بتكون غير جديرة بالكتابة. حلو. إذا ظلت تلح علي وتجمع تفاصيلها من الواقع، تأخذ من هاد نظرته، من هاد لون شعره، من هداك طريقته في الكلام، من هاد كرشه المندلق إلى الأمام، ساعتها بتتحول إلى أشبه بالجنين في بطن الأم. الجنين عندما يصل نقطة النضج ولا يخرج يقتل أمه، بتصير فعلا العلاقة هيك. هلا احيانا في قصص ما بطول، بتبقى معي بكتبها بعد اسبوع او بعد، في احيانا بكتبها بنفس اليوم لانه ضغطها بيكون هائل. بس في مثلا في قصه اسمها اين انت الان ايها الضابط، 18 سنه هي موجوده، 18 سنه ما لقيت المعادل الفني اللي اقنعني انا، بعدين فجاه وانا نايم هيك طلع، فكتبتها، فقت وكتبتها بجلسه واحده، تبلورت. ما قصة تبلورت، اكتملت لحظة ولادتها. انتبهت شلو؟ وصلت للحظة ولادتها. تعرف انت انه يعني 18 سنة وقت طويل يعني. هي حكاية بذهني انه كل مرة انه والله هي هذا التفصيل غير مقنع، القصة كلها كاملة ما عدا انه هي الشغلة غير مقنعة. انا بالنسبة لي الاقناع شغلة كتير اساسية، يعني إذا قصتك غير مقنعة معناها هي قصة ميتة غير جديرة. يمكن ما شو ممكن تحكي عن أي شيء بدك إياه في العالم، بس شرط أن يكون مقنعا. في واحد اسمه ستانسلاف ليم كتب رواية اسمها سولياريس عن كوكب غير موجود، بس بتقرأ الرواية
يعني تماما يحاطط لك تفاصيل عن هذا الكوكب، بحيث انه اذا بتعطيه لعالم فلك بيقول لك هذا يعني، يعني هو مقنع لدرجة مرعبة. انا برأيي الفن الحقيقي يجب ان يكون مقنعا لحد الاذهال، يعني انه يذهلك. نعم. بطفولتك استاذ حسن كنت ميال للعزلة، وكنت تقضي الكثير من وقتك بالطبيعة، وكانت شغلت يعني شغلت حكيت عنا بزماناتك انك كنت مكتوم القيد، حكيت عنا باكثر من ظهور. نعم. يمكن اهلك يمكن نسوا يسجلوك. ما نسوا، ما كان ابي متزوج، ما كان مسجل بالدولة، ما مسجل زواجه عند الشيخ يعني. نعم. زواجه عند الشيخ، كنا بعتقد أربعة. نعم. لا والله كنا خمسة لما تزوج أبي، يعني أنا كنت بالصف لما تسجل لما تزوج عند الدولة يعني. أوكي. فأنا سجلت في الدولة بعد 10 سنين، يعني وصلت للصف الرابع ببدايات السنة الدراسية، بالصف الرابع فلان وفلان وفلان طلعوا روحوا جيبوا خراج قيد. شو خراج قيد هذا؟ بلشنا نفهمها بطريقة المهم انه بعدين اكتشف ابي انه والله هالشغله بدها انه ينزل ويسجل بالحكومه. استاذي سؤالي، هل البساطه الريفيه قديش كانت مصدر الهام لكتاباتك الناقده والساخره؟ قديش كنت تسخر من هذاك الواقع؟ هلا انا حقيقه كلمه اسخر من الواقع ممكن يساء فهمها. اكيد السخريه تبعي هلا بدي اخذك على يعني مفهومين، مفهوم السخرية ومفهوم التهكم. التهكم انك تستهزئ بشخص ما وتنسب له صفات سلبية ممكن ما تكون موجودة فيه. هذا اكيد مو القصد. هذا التهكم. السخرية هي انك تشوف الاشياء المخباية. مثلا واحد وزير هيك، وانك تقدمه بالبيت مرته عم تضطهده مثلا. هاي سخرية، يعني انت بتكشف القناع عن حقيقة الواقع، بحيث انك تكشف قوانينه المخباية تحت سطحه. السخرية عمل كتير راقي. المواقف اللي كانت بسيطة وريفية قديش يعني قديش خدمتك بالكتابة لحتى كتبت أعمدة وأعمدة ومقالات ساخرة؟ يعني لا شك انه أنا ذاكرة بالنسبة لي، بتعرف أنت يعني الكتابة تماما بدون ذاكرة يعني هي هلوسة. فأنا الذاكرة بالنسبة لي شيء كتير مهم، ولكن ذاكرتي لا تتعلق بالريف فقط. ذاكرتي يعني متصلة بكل مكان من التراب السوري. أنا أمام بيتي بالقرية في حجار، حجار جايبة من كل أنحاء سوريا، كل ما بروح لمكان بجيب حجر بغض نظر عن شكل الحجر، هذا من السويدة، هذا من رقة، هذا من رأس العين، هذا وأنا بعتقد هالحجارة هي بتمثل بالنسبة إلي نقاط علام على قلبي، اللي هو بالمختصر إذا بتشيل منه سوريا بيبقى مجرد عضلة ما إلى قيمة. يعني أنا لست متصلا بتفاصيل بيئة معينة فقط، أنا متصل بروح عظمى اسمها سوريا حقيقة، وأنا بحاول أعبر عنها بخصوصية بيئية من خلال بيئة ما، ولكن هي الهوية الجزئية بعمرها لم تكن على حساب الهوية الكلية. انتبه شلون، يعني أنا علاقتي ببيئتي هي تكريس لجمالية الهوية الكلية اللي هي هوية سوريا، الوطن السوري، مو انه والله تعزيز لخصوصية الهوية الجزئية، لا، الهوية الجزئية جزء من هذا الكل الجميل المتفاعل اللي هو له آلاف السنين يعني عم يعطينا. نعم. استاذ حسن، انت وصغير كان حلمك انك تطير،
أو أنه يكون عندك جني أو عفريت ياخدك أو يحقق للناس أحلامهم وأحلامك. كان على بالك تعمل ساحر، واليوم سؤالي يعني اليوم بالكتابة قديش قدرت تحقق من هالأحلام السوريالية والخيالية؟ حقيقة أحيانا أنا بكتب شغلة بتكون واقعية يعني، أو أحيانا بكتب شغلة بكون مثلا روحي مسكرة، بكون حزين، فلما بكون حزين بهرب للحكاية، بهرب للحكاية. مرة قريت حكاية صايرة باليابان، إنه واحد راكب على موتور وصديقته وراه، فيبدو خرب معه الفرام، فقالت له خفف سرعة، قال له ما راح خفف سرعة إلا إذا قلعتيني الخوزة ولبستيها، فقلعت الخوزة ولبسيتها، قالت له خفف السرعة، قال له ما راح خفف سرعة إلا إذا بتقولي لي إنك بتحبيني، فقالت له بتعرف أنت إني بحبك. وبعد لحظة وصل لمنعطف، هو ما معه فرام، فمات هو ونفدت اللي بيحبها. أنا كتبت هاي القصة، كتبت زاوية عنوانها شيء نازل من السماء. يا رجل لو تعرف صدى هاي الحكاية كيف صار. بعد نشر الزاوية تاني يوم اتصل فيه شخص واضح هيك يعني مسؤول، كأنه هيك بالي عباص يعني. مرحبا هيك اهلين. نعم مين عم يحكي معي؟ قال لي ما في امكانيه احكي، قل لك مين انا، بس في لي صديق كتير يعني قرأ زاويتك وتاثر فيها، ممكن تحكي معه؟ قلت له اهلا وسهلا، اعطاني يبدو. مرحبا استاذ حسن. بلش يعر يعني، مو يبكي بلش. يبدو انه هذا الزلمي موت مرته او انتبهش بحادث سيارة، كان هو لازم يختار بين موته وموت مرته، فهمت شلو؟ فاختار انه تموت هي. حس انك كتبت عنه؟ لا ما حس اني كتبت عنه، انا مسيته لهيك. هو كان بحاجة انه يحكي، فسكر السماعة. بعد شوي رن التليفون، قال لي اسف استاذ حسن، هذا صديقي ما قدر يمسك اعصابه، ممكن تحكي معه؟ قلت له ايه، يعني ما فهمت منه شيء. انا الكلام اللي عم اقول لك اياه هو استنتاج، مجرد استنتاج، بس واضح انه في عنده حكايه مشابهه. نعم. احيانا ما بتعرف كيف انت بتلمس الناس. يعني هلا اليوم وانا جاي على من الذي على الحاجز هيك، شب واضح مطبوخ بالشمس هيك، اعطيته الهويه تبعي، طلع فيها هيك، طلعت اتفتحت على وشه ابتسامة. يا ربي شو ها، شيء ساحر يا زلمة، انه هيك من حالة، انه معناها انه انت واصله شيء من كلامك. صحيح. يعني هاي الابتسامة انت زارعة في يوم بالهواء او على الورق، بيسعدك هذا الشيء بمسلسل او بزاوية صحفية او بشيء، تفتحت فجأة، فتحت ووصلك قطرة. هاد شيء ما بتتصور أهميته، ما بتتصور أهميته. أستاذ حسن، بتنصح اللي بدهم يدخلوا معترك الأدب والكتابة إنهم يضاعفوا أخطائهم 3 مرات مثل ما بيقول أينشتاين، صحيح؟ لأن الفشل مثل ما بتقول هو مقدمة النجاح. اليوم ب 2018 وبتاريخ وسيرة مشرفة، كم مرة فشلت بحياتك؟ أنا فشلت بعدد الأعمال اللي اشتغلتها. كل عمل؟ كل عمل كنت أفشل فيه. صدق وأنا عم بكتب، مرة عم بكتب مسلسل، فقت الساعة 3:30 بالليل، عندي إحساس إنه أنا موهبتي تخلت عني، طلعت أمشي تحت المطر هيك، عم بفتل في عندي ساحة قدام بيتي، عم بفتل بالساحة حتى تبللت، وكان الدنيا عم تشتي مثل هالأيام. رجعت نمت، فقت الصبح كل شيء جاهز، قعدت كتبت. يعني فكرة الشخص الذي يعتقد أنه النجاح هو وصفة نهائية، هذا شخص بيكون مريض. كل حرف يجب أن تدفع ثمنه شغل وتفكير ومعاناة، لأنه يعني إن شاء الله نفكر أنه والله الكتابة، لما أنت بتكتب الكلام هيك سطحي بيوصل للسطح،
ولا بيقلق منه شيء. أنا بعرف واحد كان يحكي معنا وهو عم يكتب مقالاته. إذا بذكر لك اسمه هلا مع إنه كتب بعتقد عشرات آلاف مقالات مستحيل تتذكر منه شيء. فينا نقول اسمه؟ لأنه ما رح أذكر اسمه طبعا. خلينا نقول اسمه. توفى الله يرحمه. الله يرحمه. عموما أنا بعتقد أخي أحيانا بيصير في خياس بالطريق. هلا مرة قالوا لي ليش أنت أعمالك بيبقى إلى قيمة؟ ليه؟ لأنه أنا العمل بشتغله بحط فيه 80%، كل شيء عندي بحطه فيه، فبيضيع منه بالإخراج وبالتصوير بيضيع منه 40%، بيبقى 40%. بينما في أعمال هي بالأساس ما فيها 10%، بيضيع منها 5%، بيبقى 5%. يعني هلأ في ناس قال عم يكتب مسلسل، شو حلقة كاملة ما فيها شيء، لا فكرة ولا شخصية، شو ها؟ بيقول لك عم نفرش. شو عم تفرش؟ شو عم نفرش؟ يعني قال عم بمهد يعني. يا أخي روح فروش بيتكم وأحسن لك ولا لك الشغلة. بتقول أنه الفرح والسرور يمكن أنه نصادفهم بشكل عابر ببسمة أطفال أو بالموسيقى أو بعناقات الأصدقاء. اليوم بعد 7 سنين حرب، شو ضل من كل هدول؟ ضلوا كلهم لسه في فرح وسرور؟ ضلوا كلهم، لولا الموسيقى والأصدقاء وابتسامات الأطفال أنا كنت متت، كان قلبي انفجر وتحول 50,000 شظية. الموسيقى عطيتني رئة ثالثة دائما بتنفس فيها لما الدنيا بتسكر. نعم، حنكمل فقرتنا هذا أنا ومكملين مع الكبار عبر هوا صوت الشباب أفهم. مكملين معكم مع الكبار والكبير حسن ميم يوسف. أستاذ حسن، بتقول أنه إذا خفت من شيء فلازم توقع فيه، لأن مواجهة الخوف هي أفضل طريقة للتغلب عليه. اليوم من شو بيخاف حسن ميم يوسف؟ من شو بخاف؟ أنا بخاف من مفاجآت الأصدقاء، لأنه الأعداء ما هزموني، هزموني أصدقائي. قصدك غدر الأصدقاء؟ ما بدي أقول غدر، طعن، ما بدي أستخدم كلمات قوية، خليني أقول مفاجآت، لأنه هنن بقناعتهم إنه عم يعملوا شيء كويس، هيك هنن متصورين، بينما هنن الزمن سوف يجعلهم يدركون حجم الخسارة والفقدان اللي ورطوا حالهم فيه. قد ايه تناولتهم بكتاباتك واو ما بتناولهم نهائيا. احيانا بتناول بشكل عام، ما بيهمك يوصلون انه هن يوصلون. يعني مؤخرا في حديث، انا لي حديث كل سبت بسوريانا اف ام، يعني السبت الماضي كتبت وحده، يعني الى صديق سابق. إيه، بس حبيت تقول فيها فكرة مركزية، يعني إنه بكل بساطة الفكرة ما إلها علاقة بشخصية، يعني إلها علاقة فيي كمواطن سوري، وإنه أنا قلت له بكل بساطة أنا صحيح بدي الحرية والكرامة لسوريا وشعبها، ولكن إذا كان ذلك على حساب وحدة سوريا فأنا مستعد أن ألقي بكرامتي وبنفسي إلى الجحيم. هي هي الفكرة اللي أنا حبيت أقول له إياها. نعم، جميل هذا الحكي. يعني خليني كفي فقرتنا.
انفصلت عن أسرتك بعمر صغير بالصف السابع، انتقلت للمدينة لجبلة وبنياس، كفيت الإعدادي والثانوي، وهالشي خلاك تحافظ على أمور وتفاصيل بتقول أنت أنه تمسح العائلة لدى أطفالها من خلال الضغوط والمشاكل وغيرها. اليوم قدين احنا عنا هيدي الثقافة، ثقافة حرية الاختيار نمنحها لأطفالنا، قدين قادرين نوصلنا هيدي الحرية؟ أنا شخصيا بخاف من الكلام العام، لهيك رح أحكي لك عن أولادي. يعني أنا مثلا الأولاد كنت حأسألك عنهم على فكرة بعد شوي. يعني أنا ولا مرة قلت له اقرأ الكتاب، غالبا أنه ممكن أحكي بشكل غير مباشر ما معهم، بحكي مع أمهم مع حدا تاني، فهن إن الفضول، الكتاب موجود مثلا أو شريط الموسيقى موجود، فهن الفضول بيقودهم أنهم يعرفوا شو هذا الشيء اللي عم يحكوا عنه الكبار، فبيروحوا بيسمعوا بيقروا. أنا بعتقد الأطفال لا يتعلمون بالوعظ، الوعظ والإرشاد هي عدة الفاشلين. الأطفال يتعلمون بالقدوة، لما أنت بدك تخليه تنصحه للولد أنه يقرأ، طبعا واحد قائم قضي حياته عم يلعب منطلة أو طرنيب، هذا مستحيل يكون قدوة بالنسبة للطفل منشان يقرأ. بس الطفل لما بشوف أبوه عم يقرأ وأمه عم تقرأ، شيء طبيعي أنه يمسك كتابه ويقرأ. الأطفال يتعلمون بالقدوة وليس بالوعظ. نحن يعني أحيانا بمؤسساتنا التربوية في فشل لدرجة، أنا بسمع المدرسة القريبة من بيتي مثلا، الموجه بيكون متمترس وراء الميكروفون، يعني يستخدم سلطة الكهرباء لكي يفرض الهيلمان تبعه على الطلاب. خلاص انت وياه، بعد لحظة يقول لهم علي صوتك، ما طفيت صوته انت. بين لا، هو خراس لما بيكونوا بالصف بيكونوا عم يرددوا الشعار او هذا او علي صوتك. علي صوتك. بين هدول الامرين ما في 20 ثانيه. فنحن عم نربي جيل منفصم، يعني شغلته يبصم وشغلته ينال الرضا من المعلمين. مره ابني الأستاذ، ابني لغته الإنجليزية دائما كانت جيدة لأنه تعلم من خلال اللعب على الكمبيوتر، فالأستاذ كتب كلمة غلط، قال له عفوا أستاذ هاي ما بدأ بده يعقد لي يا للولد. ليش عم يصلح له؟ ايه انه انت يعني يلا كبير بحقه. ايه هلا هي مشكلة جدية. نحن الحقيقة بالنسبة لنا قابلة، هي وجهة نظر، 2+2=7 إذا بدك. قديشك راضي عن مناهجنا، عن مدارسنا، عن الحالة التربوية والتعليمية لدينا؟ أنا بعتقد أنه أولا أنا بعبر عن احترامي الشديد لكل الذين يعملون في مهنة التعليم، لأن هي مهنة الأنبياء. لكن أنا بعتقد أنه أنا أنتقد تهميش المعلم، لأنه بكل بساطة لا ينال الدخل اللي بيخليه يعيش بشكل محترم. لهيك بتلاقيه فاتح دكانة أو عم بيبيع شغلة تافهة منشان أنه يطالع دخل إضافي، أو عم يشتغل أحيانا بيكونوا يعني أنا بعتقد أنه هلا باليابان، باليابان وماليزيا راتب المعلم من أعلى الرواتب على الإطلاق بالدولة. بألمانيا أعلى راتب، الأطباء والمهندسين راحوا لعند ميركل وطلبوا أنه يزيدوا رواتبهم، قالت لهم معقول أعطيكم الرواتب أعلى من رواتب اللي علموكم؟ أنا بعتقد أنه المعلم يجب أن يعاد النظر فيه. سألوا واحد ياباني أنه كيف عملتوا النهضة اليابانية تبعكم؟ قال لهم أنه نحن أعطينا المعلم راتب وزير، وهي بالضبط واحترام امبراطور. تعرف قديش اليابان تخصص لوزارة التعليم فقط؟ قديش؟ 24.5 من دخلها الوطني، ربع دخلها تقريبا. وبتعرف قديش دخل اليابان؟ لهيك أنا برأيي أنه إذا بدنا نعمل نهضة بالتعليم، لا ينهض التعليم
إلا عندما ينهض المعلم. والمنهج؟ المناهج أنا برأيي ليست المشكلة الأساسية في المناهج. يجب أن ندخل الفنون ونلغي عقلي هي أسلوب التلقين، لأنه هذا شيء قاتل. فنلندا ألغت الامتحانات وألغت الوظائف وقللت عدد الحصص التعليمية إلى تقريبا قللتها بنسبة حوالي 24%. بس شو صار؟ صار إنه فنلندا الآن هي أحسن تعليم في العالم. روح ابحث تجد إنه أحسن مؤسسات تعليمية في العالم هي فنلندا. عقبالنا إن شاء الله. حضرتك بس فقط للتذكير متزوج من المترجمة السورية روز مخلوف، ولديك من الأبناء مايا عازفة قانون ورام بيعزف عود. بس هو دارس اقتصاد. اقتصاد، شو جاب الاقتصاد على الفن وعلى؟ لا، هو الموسيقى هي لتهذيب النفس. يعني في ناس بيروحوا على المدرسة مشان ياخذوا معلومات، المدرسة هي مشان تأهل تصقل شخصيتك لكي تعيش في المجتمع. الصف المدرسي هو عبارة عن بروفة صغيرة عن المجتمع، مشان أنت تتعلم كيف تتعايش مع الناس، كيف تكتسب المعلومات، وكيف تتعامل مع المعلومات. فرام درس، هو عازف عود، فيني قل لك أنه جيد جدا يعني، ومثل بفيلم رجل الثورة اللي كتبته أنا، حنحكي عنه هلأ بعد شوي. ومايا اختارت، يعني نحن أخذناها على معهد الموسيقى، كانت بدها تسجل كمان، بس هي رايحة مع أمها بالتاكسي سمعت قانون، فقالت له شو اسمها هاي الآلة؟ قال لها هاي قانون. قالت له بدي أتعلم العزف عليها. قال لها هاي للرجال يا بنتي، هاي ما بيعزف عليها إلا رجال. قالت له بعد 10 سنين بشارطك إنه أنا بدي. وفعلا بالصدفة بنفس اليوم بيدخل مدير المعهد وبيقول لهم إنه في بدنا نفتح صف للقانون، مين بيحب؟ قالت له مايا، وهي الآن أهم عازفة قانون بأوروبا يعني، ما شاء الله. أخذت جائزة سونغ لاين اللي هي أهم جائزة للموسيقى، وأخذت جائزة نقاد الألمان لأفضل ألبوم من موسيقى الشعوب عن ألبوم أحلام سورية سيريان دريمز. الألبوم صدر عن أهم شركة للصوتيات في العالم، هي هارمونيا موندي. يخلي لك ياهن يا رب وتفرح فيهن أستاذ حسن. قبل خلينا ناخد آخر سؤال بلكي بهذه الفقرة اللي انتقل للفقرة الجاي. حضرتك شخصية إشكالية وجدلية بامتياز، يعني عندك مشاكل مع البعض، اللي بيشوف من حضرتك يمكن ند، في البعض بيشوفك يمكن عدو حكينا أو لا صديق، وشنيت بعض المعارك الفيسبوكية فيما مضى مع البعض. اليوم هل وصلت لحالة من الاستكانة؟ يا صديقي استكانة؟ يعني بطلت بدك ترد، ولا إذا حدا تناولك أو إذا حدا قرب؟ أنا الآن ممنوع. عندي معركة أساسية هي معركة الخير العام. معارك الشخصية صرت أنظر لها بطريقة مختلفة. يعني أنت فيك تسألي مثل ما ممكن مرد، طبعا إساءات شخصية ما برد عليها. قبل كنت ترد أحيانا. الآن أنا بعتقد أنه نحن يجب أنه نركز على قضية هي قضية الخير العام، ما يصب في خير سوريا نفعله. وحتى أنه يعني أنا الشكوى لم أعد أشكو، يعني حتى عبرت عن هذه المسألة بوضوح، قلت أنه حزني وأوجاعي لي، وما في روحي من ضوء أعطيه لك. لأن الناس الآن ما هم بحاجة لواحد ينق عليهم، الناس بحاجة أنهم يشعروا أنه أنت معهم، أنه أنت بتهتم لهمومهم، يعني بتحزنك معاناتهم.
يعني هلا احيانا الفيسبوك بتشوف انت تحول الى مناحه يا رجل، غير لا شيء لا يحتمل. يعني انا بفوت بتطلع شيء بيمشي شيء 5 دقائق وبعدين حاشا. اصلا لولا المقالات اللي عم بنشر على الفيسبوك، انا عندي 5000 صديق وعندي حوالي اكثر من 20-21 ألف. لقينا معاناة مبارحة لحتى أضفنا بعض على الفيسبوك، حذفت 2 مشان أقبلك أنت واحد. بشكرك على فكرة. عموما يعني هلأ أنا الفيسبوك تحول إلى وسيلة تواصل، يعني مقالاتي والأحاديث اللي بعملها للإذاعة كلها بحطها على الفيسبوك، وهذا الشيء مهم. صار منبر حقيقي، يعني الناس اللي عم بيتابعوا لا يقلون عن عدد متابعي الجريدة الورقية. طبعا مستمعي صوت الشباب، مكملين معكم لننتقل للفقرة الثانية برنامجنا مع الكبار. عندك الجرأة؟ سألته تحت الهواء للأستاذ حسن ميم يوسف عندك الجرأة، عم يقول لي عندي ما يكفي منا. عنا فقرة بتقول عندك الجرأة، هي عبارة عن تصريحات نارية لحضرتك وبعض الانتقادات التي وجهت لك خلال السنوات الماضية. خضت تجربة تأليف مسلسلات السيرة الذاتية اللي غالبا ما بتوقع بمطبات التقديس للشخصيات، أو إنك كما تم انتقادك فيها قدمت نصوص وصفوها بالقاصرة عن الإحاطة بالشخصية، مثل ما حصل بمسلسل في حضرة الغياب عن الشاعر الراحل محمود درويش عام 2011. كان المسلسل من إخراج نجدة أنزور، تحية له أكيد الأستاذ الكبير. قديش نجح هذا العمل، قديش فشل، ومين كان السبب؟ اللي كان السبب بالدرجة الأولى بنجاح ولا فشل؟ بالفشل. نعم. لأنه بكل بساطة الأستاذ فراس إبراهيم الفنان عمل شراكة مع تلفزيون مصر العربية. نعم. على أساس يتحملوا 50% من ميزانية العمل، وكان يعني العمل على وشك يتصور يعني. فأجى مرسي طبعا ألغى الشراكات، ألغى هذا المشروع. ففراس إبراهيم لقى حاله في غرفة كبيرة، يا أما بيوقف المشروع وبالتالي بده يضيع كل شيء دفعه، أو أنه يتحمل لحاله. فهو كمل لحاله، وأنا بعتقد كانت مجازفة كبرى، لأنه بالفترة الأخيرة ما بقي معه مصاري يعني، لدرجة أنه أنا أتعاطف معه جدا. يعني فشل العمل في أسباب من داخل العمل وفي أسباب من خارجه، والأسباب اللي من خارجه أهم. البعض انتقد النص، المحامي جواد بولوس هو صديق الراحل الكبير محمود درويش، تحفظ على السيناريو وصرح بأنه بيهمش جوانب من شخصية الراحل محمود درويش. تعليقك؟ أولا يعني في خلل كان بالنص. الأستاذ جواد بولوس لم يقرأ النص. رح أقول لك شغلي، السلطة الفلسطينية أرسلت شخص لهون لدمشق لكي يقرأ النص، فقال انه هو وقته ما سمح له الا يقرا الحلقه الاولى، الحلقه 16 والحلقه 28. انتبه. واعطاني ملاحظه واحده، يعني هو بده يعلمني كيف اكتب سيناريو، في ملاحظات تقنيه ما له علاقه فيها، بس المعلومه الواحده اللي قال لي اياها طلعت معلومه غلط. المعلومه الوحيده اللي قال لي انه هي انت انه محمود درويش قابل عبد الناصر وسلم عليه وكتب عنه قصيدة، هاي المعلومة موثقة، انه محمود درويش عندما توفي جمال عبد الناصر كان بفندق بموسكو، وبتعرف انت انه هو طلع من يافا الى موسكو. معلومة خاطئة. معلومة خاطئة 100%. خذ يعني اعطيك معلومات خاطئة كمان. اخوه لمحمود درويش، في له اخ نسيت انه منهم ما بدي خربط بين اثنين، اتهمني
انه والله انا مفبرك قصة القاء محمود درويش لقصيدة في حضرة الحاكم العسكري. هذه المعلومة اولا ذاكرة محمود درويش في كتاب له اسمه يوميات الحزن العادي، وعندي نسخة منشان انه يعني اذا بيحب يقل لي انه مو ببعث له اياها، انا يعني الصفحات مصورة موثقة والكتاب عندي. ومذكورة بكذا لقاء، في لقاء مع محمد دكروب الله يرحمه، الشاعر الكبير يعني صديقه لمحمود درويش. طاهر؟ لا، الشاعر الكبير اوف بعرف شاعر طاهر الرياض يلي رح نحكي عنه. غير طاهر الرياض، هذاك اكبر موجود بفلسطين المحتله. هلا حنحكي. اوكي. اي فشو قال؟ قال انه كاتب السيناريو يسيء لرموزنا الوطنية، لأنه أنا قلت على لسان إميل حنا أنه بيقول له لمحمود درويش أيها الفتى أبحث لنفسك عن أفق. يا رجل، هذه الفكرة موجودة بكتاب الرسائل المتبادلة بين هذا الشخص وبين محمود درويش، كتاب صادر عن دار العودة. أنا ما بدي أذكر اسم الشاعر لأنه توفى الله يرحمه، وأنا على فكرة يعني لما كتب هو كان مريض بالسرطان. إنه يعني شو بيعني تيجي تقول له وهو الزلمي مريض بالسرطان وهو شاعر كبير، قل له أنت غلطان وخرفان، وإنه هاي المعلومة اللي عم تقولها خاطئة. مو خاطئة، أو قد لا تكون موجودة برسالة مكتوبة إليك، موجهة إله الرسالة. فأنا يعني صراحة قلت، لخصت موقفي، قلت العمل الذي لا يدافع عن نفسه ليس جديرا بالدفاع عنه. مختصر مفيد. لهيك أنا ما بدافع، بس أنا عم وضح، كنت عم وضح. نعم، قيل بوقتها، يمكن رح نحكي ما كتير نسهب بالموضوع، قيل بوقتها أنه المسلسل لم يستند إلى مذكرات أو توثيق لدرويش، وهلا عم تقلي لا، كان في رسائل موجودة بين محمود درويش. يا رجل هذا العمل موثق كليا 100%، لم يذكر في المسلسل حرف واحد ليس له رصيد في الواقع. الشاعر طاهر الرياض الصديق المقرب من محمود درويش قال أنك حضرتك لم تلتقي بالشاعر محمود درويش سوى مرة واحدة على دعوة على غداء بحمص قبل رحيله بما يقارب العامين بعد أمسية كانت لإله، وأنه بعد وفاة محمود درويش اتصل بحضرتك أو اتصلت فيه خبرته بفكرة العمل. هلأ هو قال لك أنا بساعد، أنا بقدم لكم أفكار، لكن اشترط اطلاعه على كل حلقة بحلقتها، وهالشي ما تم، فلهيك ما صار تعاون. تعليقك. هو قدم شروط يلي هي أنا لم أكن طرفا في مناقشة هذه الشروط مع المنتج، قدم شروط مع المنتج وطالب بتعويضات ما ناسبت المنتج قبل ما يبلش. هو ما مبلش، هو ما له علاقة بالموضوع. تمام. يعني ثانيا، يعني أنا على فكرة محمود درويش آخر أمسية عمله في الوطن العربي بحمص، وأنا اللي اتصلت فيه، يعني أنا عضو بلجنة مهرجان مارليان اللي بتعمله بطريركية حمص للروم الكاثوليك. فيعني بكل بساطة في ناس يريدون، يعني هلأ يريدون أن يركبوا على قضية ما، يعني بدهم يثبتوا أنه هم بيحبوا محمود درويش. أوكي يا سيدي، في ناس ما قادرين يعبروا عن حبهم إليك إلا من خلال الإساءة للمخرج، وما قادرين يعبروا عن حبهم للمخرج إلا من خلال الإساءة للمذيع. أنا برأيي هذا حب أعرج، هذا نصفه كراهية، والحب الذي نصفه كراهية هذا هو اللي بينتج الحروب والمآسي. أدي حضرتك بتخضع على شروط المنتج أو الممثل أو المخرج لنقول، ولا بتسلم النص وبينتهي دورك كسيناريست؟ أنا بسلم النص وينتهي دوري، أنا كل شيء عندي بحطه على الورق. نعم. اللي بيسمع أسئلتك بيقول إنه أنا لم أقدم إلا الأعمال الفاشلة، مع انه انا لمعلوماتك، يعني اسمح لي هلا، ما ذكرت نهايه رجل شجاع اللي اخذ
استمعنا وقت بعدين أنا لسه الآخر الفقرة هي دائما تكريمية، نحن بناخذ الشغلات الإشكالية بهيدي الفقرة فقط. نعم. حنحكي عن كافة الجوائز والتكريمات اللي حصلت عليها ولا تعد ولا تحصى، بدك ساعات وساعات لحتى بس أعطيك جزء من 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 تاريخك أستاذي. فأنا فقط هذا الجانب نحكي لا عن إشكاليات فقط. قلدت زاهي وهبي بهي الشغلة، يعني زاهي سألني سؤال وقطشني، يعني خذ راحتك شيء غريب. انا احترامي لزاهي وهبي بس ابدا ما عم نقلد حدا. موضوع مسلسلات السيره الذاتيه لم يتوقف عند حضرتك عند محمود درويش، بل تخطى لشخصيه دينيه محاطه بهالم القدسيه بسبب مكانتها على المستويين الديني والاجتماعي، هي شخصيه المطران هيلاريون كابوتشي، صحيح؟ اللي توفي عام 2017، رجل الدين المسيحي السوري المولود في حلب اللي صار مطران لكنيسة الروم الكاثوليك بالقدس عام 1965. كتبت حضرتك سيناريو العمل ورح يتولى إخراجه يمكن باسل الخطيب، صح؟ العمل حيكون جاهز للعرض برمضان الجاي. ما عندي أي فكرة، معلومات بتقول هيك. طبعا النص لم يجهز بشكل كامل، لكن سؤالي لحضرتك رغم انه ما قابل شو يعني لم يجهز بشكل كامل؟ بدأ تصويره يمكن اعلن تم اعلان يعني انه انا مسلم النص بتاريخ 3/2/2018، يعني قبل 8 اشهر و 20 يوم تقريبا، لكن الأمور الفنية واللوجستية لم عموما هي نعم. شغلة بتخص الجهة. سؤالي ما قابلت هالشخصية الدينية، شو كانت مصادرك للكتابة عنها وتأليف مسلسل عن شخصية كبيرة مثل هيلاريون كابوتشي؟ أولا مصادري في كذا كتاب عنه، أهمها كتاب هو لقاء طويل معه أجراه عام 1980 بعد خروجه في اثنين صحفيين لبنانيين، سركيس أبو زيد وواحد ثاني نسيت اسمه، إجوا من باريس، كانوا مقيمين في باريس، إجوا على روما وعملوا معه حوار طويل، كتاب يعني شيء 400 صفحة، كتاب يعني يغطي كامل التفاصيل. إضافة إلى ذلك هناك كتاب مهم للكاتب الروائي حيدر حيدر، بعد خروجه من السجن سافر إلى روما والتقى بالمطران. نعم. في كتاب أيضا لا يقل أهمية للعماد مصطفى طلاس، وفي عشرات اللقاءات والدراسات. سيدي يمكن كوليت خوري الروائي والأديبي أيضا عملت معه لقاء صحفي، يعني نعم. لقاء صحفي بس مو كتاب. الصحفي غسان نشامي أيضا كان بصدد مشروع كتابة سيرته الذاتية. ما كتب غسان، ما كتب. أنا غسان هو اللي يعني كان كتير عراب المشروع، قلت له إنه أنا بصدد هيك شيء، فحكى مع سركيس أبو زيد، قاموا بعثوا لي نسخة الكتاب قبل طباعته، بعثوا لي النسخة على المخرجة. يعني هذا شيء أنا ما بتتصور قديش ممتن له، هذا نادر ما يعمله كاتب، يعني لأنه الكتاب صدر عام 2018 تعرف. نعم. يعني أنا كنت عم بكتب ب 2017 فبعتوا لي الكتاب، وهذا الكتاب شيء في تفاصيل. تصور انت في عام 1980 المطران هيلاريون كابوتشي قال ما يلي، وانا هي شغله حطيتها بالمسلسل، انه ما يجري في لبنان هدفه سوريا، هدفه الوصول لسوريا. تصور انت يعني عنده عام 1980 عنده هالعمق الرؤيه، هذا رجل خطير أهميته. يعني في عندك شخصيتين مفتاحيتين في تاريخ المنطقة، عز الدين القسام والمطران هيلاريون كابوتشي، هدول اثنين بشكلوا قوس في سماء هذا الشرق، قوس من نور، شيء لا يصدق. انه شو اللي خلى شيخ اسمه عز الدين قسام يترك بلده ويروح على فلسطين لكي يشارك في المقاومة ويقودها ويستشهد هناك؟ هذا ايضا هذا المطران السوري
انتبه انت، اثنين سوريين بيروحوا على فلسطين ويصبحون فلسطينيين اكثر من كل الفلسطينيين. هل تم تنسيق بين بعضكم، بين ست كوليت، بين الأستاذ الكبير حيدر حيدر، بين غسان الشامي؟ يعني مو دائماً، مو دائماً، يعني أحياناً، يعني أحياناً. شو اللي بصير هلأ؟ أنا ما لم ألتزم بصيغة من الصيغ، انتبهت شلو؟ طلعت على الكل؟ أنا طلعت على الكل كي لا تقعوا بفخ توارد الأفكار. أي. بكرة حدا بيقول لك حدا أخذ عن حدا. هلأ أنا يعني الأشياء الأساسية اللي أخذتها هي اللي قايلة المطران كابوجي، انتبه لي عليه. وجهات النظر تبع الكتاب ما أخذتها. أنا وجهات النظر تبع الكتاب ما أخذتها نهائيا. الشيء الوحيد اللي استفدت منه هو كلام المطران كابوجي. نعم. بالانتقال لفيلم ما رجل الثورة ولا نزال بفقرة عندك الجرأة، اللي هو من تأليف حضرتك، كمان باللغة الإنجليزية كان الفيلم؟ بالعربي والإنجليزي. نعم. نعم. بس بالإنجليزي، لأنه هو البطل الإنجليزي. كان يمكن رسالة تم توجيهها للغرب، وبيفضح البروباغندا الغربية اللي مورست خلال الأعوام الماضية. بيحكي عن قصة صحفي أجنبي إجا على سوريا، تم تهريبه، باحث عن موضوع يحقق له شهرة، لكن يصدم بما شافه بسوريا، وبينخرط بصفوف الإرهابيين وجماعات الخوذ البيضاء للوصول لقصص ينشرها. وصادفت أنه كان شاهد على مسرحيات الكيماوي يلي تم فبركتها. ما صادفت، هو شارك، هو شارك، شارك فيها. نعم. نعم. برأيك قديش نجح الفيلم بإيصال هيدي الرسالة بالإنجليزي؟ شو كان بينقصه ليصير عالمي هيدا الفيلم؟ بينقصه ظروف تسمح لنا بالوصول إلى العالم. نحن السوريين الآن، يعني تصور انت تصنيف سوريا البلد الاكثر شو؟ اخطر بلد في العالم. اخطر بلد في العالم. نعم. في العالم للمرة الثانية، يعني نعم، للسنة التالية. اللي بينقصوا هو العالم، بينقصوا شاشة ينعرض عليها. ما عندنا شاشة؟ نحن عنا، عرضناها في داخل سوريا وحقق هدفه المحلي، لكن كان بالانجليزي، يعني انجليزي موجه لبرا. بقى لا، الإنجليزي، لأنه الشخص من طبيعة الشخصية أنه هي شخصية إنجليزية. كتبت بالإنجليزي ولا ترجموا الإنجليزي؟ سؤال يعني، هل تم كتابة النص بالإنجليزي؟ يعني ما لازم يقوله الممثل بالإنجليزي ولا تم ترجمته؟ لا أنا كتبته بالإنجليزي. نعم. أنا كتبته بالإنجليزي، كتبت النص كما سيكون، اللي بالعربي بالعربي واللي بالإنجليزي بالإنجليزي، هيك كتبته. وأنا بالنسبة إلي الحوار جزء من الشخصية، يعبر عن الشخصية ويعبر عن، هو يضيء الفعل، ينبثق الحوار، ينبثق من الفعل. ويعني في فكرة مرت بالفيلم، بيقول له الإعلام سلاح دمار شامل، وأنا مستعد لأن أضع هذا السلاح في خدمتك. فساعتها زعيم الإرهابيين بيمد له إيده وبيتصافحوا بها، بيحققوا هاي الصفقة الشيطانية. عموما نحن بعتقد انه ميزة هذا الفيلم انه نحن ما دخلنا بالخطابية، ما قلنا الخوز البيضاء هدون تابعين للمخابرات البريطانية MI6، وانه اللي اسسها هو ضابط بريطاني اسمه ما بعرف شو جوردن. معلومات صارت معروفة. بس نحن شو مررت لك مشهد، مشهد انه هو عم بيصور انفجارات والناس وهيك ودم واطفال عم بعدين بيقول وقف وقف وقف، شو ها بدنا نعيد فبرك، بيرجعوا وبيعيدوا المشهد. يعني حلو. يمكن عم يدهمنا الوقت، لكن لازم ننتقل للفقرة الثالثة. بمسلسل نهاية رجل شجاع اللي صنف كأفضل الأعمال التلفزيونية السورية والعربية، والمقتبس عن قصة الروائي السوري الراحل حنمينة اللي تم إنتاجه عام 1994، كنت حضرتك السيناريست أيضا وإخراج نجدة إسماعيل أنزور، شكلته مع بعض يمكن ثنائي جيد. الرواية بتحكي عن مفيد الوحش اللي أغضب والده وتمرد لحد ما ترك الضيعة. قديش أضفت من تجربتك الشخصية للرواية؟ يعني بحكم في تشابه بالوسط بالمجتمع بهذاك الوقت، قديش التزمت، قديش خرجت عن نص حنمينة؟ أولا أنا دائما بقول هاي الفكرة أنه السيناريو هو كيان مختلف عن العمل الأدبي.
يعني هلا الحلقات الثلاثة الأولى هي ما موجودة بالرواية، هي يعني مختلقة. من عالمي ما مختلقة، إياك تقول مختلقة، يعني كلمة مختلقة يعني مصطنعة، على وزن مصطنعة. أنا هي مخلوقة، هي مبنية معادلة. صلح لي أستاذ. أكيد. بمعنى أنه في مبتدعة. تفاصيل مبتدعة. يعني لا يعني فيك تقول أنه أنا أخذت من العزلة تبعي لما كنت طفل، يعني كلها استخدمتها، إضافة إلى أنه أنا أضفت شخصيات وغيرت النهاية، كل الكتلة تبع النهاية، الكوخ تبع مفيد اللي بيصير واللي بينتهي أنه بيقع من فوق الجرف الصخري، اللي هذا غير موجود بالرواية. لبيبة بالرواية عاهرة، وأنا بعتقد أنه هذا من أهم مهام كاتب السيناريو. الصديق العزيز ماهر منصور كتب فكرة، كتب بيقول، قال أنه يعني في كتاب سيناريو بينظروا للرواية باحتقار، فبالتالي ما بيدخلوا عليها وما بيخدموا منيح، وفي كتاب بيرتعبوا من الرواية فبالتالي ما بياخدوا منها شيء. أنه حسن ميم يوسف استطاع أنه من خلال الحب أنه يدخل يخدم الرواية من خلال تفكيكها وإعادة إنتاجها بلغة السيناريو. أنا اعتبرت هاي الفكرة يعني أجمل إطراء ممكن ينقال. جميل. حتى الأستاذ حنا كان راضي. حلو. وهذا الشيء قالوا على تلفزيون ART، قال أنه أنا أنتجت رواياتي أفلام، فلم يكن من رضا، أما مع نهاية رجل شجاع فقد كان الرضا. ليش؟ لأنه تليفون الأستاذ حنا مع عرض الحلقات الأولى لم يتوقف عن الرنين، ولم يكف عن الرنين حتى انتهاء المسلسل. يعني الشيء اللي صار، مجلة ساتلايت اللي كانت تطلع بالقاهرة، إنه كتبوا هل تكون سوريا هوليود العرب، هيك المانشيت. مجلة جريدة بعتقد الأنباء الكويتية، على الصفحة الأخيرة 8 أعمدة، نهاية رجل شجاع بالأحمر على 8 أعمدة، بداية فن تلفزيوني عظيم بالأزرق على 8 أعمدة، وبعدين تحت منا على 8 أعمدة مو غلط، هاي الكلمة اللي كان يكرر الزلقوط. يعني اللي صار شيء استثنائي جدا. شو السر؟ سر انه اولا نص، جبنا مخرج. انا برأيي انه هلأ انا كاتب، وطبعا شيء طبيعي انه كل واحد يشد البساط او الحاف نحوه، بس انا برأيي انه مخرج رديء بدمر اي نص مهما كان مستواه. لهيك انا بقول انه السر الحقيقي الاول عند نجدة انزور. حلو. نجدة انزور استطاع انه يفهم النص اللي بين ايديه، وانه يوظف امكانيات الفنانين والفنيين بحيث انه يخرج العمل بهذه الصيغة الجميلة، بحيث انه يا رجل انه يعرض الان في عام 2018، لا يزال يعرض على بعض الشاشات، لا يعرض ويستقبل من قبل الناس كأنه اليوم صور، مع أنه التقنيات تغيرت والعالم تغير، ويعني هذا شيء. هل هذا دليل على رداءة المنتج بهالأيام هلا ولا لا؟ فينا نتقبل الماضي والحاضر؟ ما لا أريد أن يعني أورط نفسي في هيك قراءة. أنا بعتقد أنه لأنه أنا قلت هذا الشيء بالشارة اللي كتبتها، أنا كتبت شارة المسلسل تبع نهاية رجل شجاع، قلت الحب هو السر. أنا برأيي كل واحد شارك في هذا العمل كان عاشقا، لديه قضية، كان لديه الكلمة التي تفضلت أنت بها شغف. وبتعرف الرومان كانوا يقولون أنه قيمة الرجل شغفه. يعني اللي كتب الموسيقى التصويرية أيمن زيدان وسوزان نجم الدين، كل لك حتى يعني الزلقوط، يعني أندريس كاف أبدع. ما في حدا اشتغل بهذا العمل إلا حط روحه، لاحظ له؟
وأنا بعتبر حالي واحد من هذا الجيش. على فكرة يعني هذا العمل عمل جماعي. في ناس بيقول لك إنه والله لولا النص يا أخي، هذا كلام لا أريد هذا الكلام عندما يقال يريد أن يفتت وحدة الأسرة تبع العمل. أنا واحد هذه الأسرة وأنا قمت بواجبي. أنا فعلا بقول لك إنه النص كتبته كما يليق بحبي لحنميني. حلو. النص كتبته لمعلوماتك 13 حلقة انحرقوا، كنت عايش بخيمة انحرقوا مع الخيمة تبعي سبب ماسكة، فرجعت وكتبتهم أول وجديد. وهذه كانت من تندم انه ما طلعوا الحلقات، يمكن كان فيهم زبده اكثر، كان فيهم تفاصيل. على التجربه، لانه كانت تجربه في غايه القسوه. لولا قلبي كان متين ممكن كنت رحت فيها. ما صراحه تجربه من اشنع ما مر بحياتي. الله لا يكرر بالمعنى السيء. يعني بين نهايه رجل شجاع وهيلاريون كابورشي زادت خبرتك وقدرتك على التصرف بالنص الأدبي، هل زادت بحرفية أم بمزاجية؟ المزاجية على فكرة يعني كلمة مظلومة. هلأ الفن مزاج، الفن وجهة نظر يا أخي. يعني ممكن تجيب واحد سريالي وبتخليه يقرأ أجمل قصة واقعية لمكسيم غوركي، بيقول لك هاي زبالة. مزاجه ورأيه، لا، لأنه هو هيك كل واحد له تركيبته. لهيك يعني أنا بوقف عند الأحكام القيمة هاي اللي هي بتشكل كما لو أنه في شيء قاطع. الفن وجهة نظر، وجهة نظر أنت. وعلى فكرة يعني أي نص إذا بتنظر له بشكل عدائي بتسكر، بيغلق نفسه أمامه. أنا مرة كنت رئيس لجنة تحكيم مسابقة القصة، عم بقرأ نصوص واقعية، إجا نص لعمش ولا علاك، هذا شو جنان، هذا شو عم يحكي هذا. فشطبت هيك، يعني كنت تعبان، هل كان أنا ما عجبك، شطبت. تاني يوم الصبح إنه أنت شو عم، تفاجأت إنه أنا ما من عادتي، بس لحسن الحظ بقلم رصاص يعني ما من عادتي هالنزق هذا. كانت راحت على المشترك. أنا بعامل النصوص باحترام، يعني حتى ولو كان مجرد إنك تكتب شيء وتقدمه هذا كرم. فرجعت قريت النص، أعطيته الجائزة الثانية، طلع نص جروتيسك هذا. هلأ من وجه غرائبي، يعني شيء غرائبي. انت انا نص غرائبي تنظر له من وجهة نظر واقعية بيطلع شيء، بيطلع لاك مصدي. لهيك في شيء اسمه الوحدة الفنية للعمل والهوية. يعني ما بصير انه والله انت تجي تحكم على الطقطوقة من وجهة نظر السيمفونية، تطلع مسخرة. بس في طقطيق بجننوا حلوين. تحية لك الكبير حسن يوسف، مكملين بالفقرة الأخيرة ببرنامجنا. رجع الصدى. رجع الصدى. بفقرة رجع الصدى، فقرة تقييمية ووقفة عند محطات تكريمية بحياة حضرتك. العام الماضي، خلينا نبلش من العام الماضي، كرمت من قبل وزارة الثقافة بجائزة الدولة التقديرية لعام 2017، حيث ذهبت في مجال النقد والدراسات والترجمة للأب الياس زحلاوي، بمجال الفنون والفن والفنون للفنانة ميادة حناوي، وبمجال الأدب للأديب والكاتب حضرتك حسن ميم يوسف. قديش عنالك تكريم الدولة لحضرتك وبعام 2017؟ والله أنا كتير أسعدتني هاي المسألة. أهميتها تنبع من أنها جت من داخل سوريا حقيقة. وأنا ممتن يعني، وهذا الشيء ساعدني على أني أكون أحسن، عم حكيك بوضوح، واني يكون طويل البال اكثر. يعني حسيت تاخروا بالجائزه ولا
لا انا انا على فكره بعتقد في بسوريا ناس كتيرين بيستاهلوا هاي الجائزه اكثر مني. لا بكل وضوح، و يعني ما بدي اعدد اسماء لانه حقيقه سوف اذا عددت حما نفوت متاهه، بدنا نفوت بمتاهه. بس في ناس انا بعرفهم وهنين بيعرفوا حالهم هلا هلا هلا، هنين بيعرفوا حالهم، انا بحترمهم كثير لانهم عم ينحتوا بالصخر. اعطيني اسم واحد. ما راح اعطيك ولا اسم. طيب حصلت على مبلغ قدره مليون ليره، شو عملت فيه؟ والله بعتقد دفعنا قسط لبيت ابني الجامعية. كان عليك قسط دفعت مليون ليرة؟ أكثر كان عليه، دفعنا يعني إجوا سد يعني هيك سندي إذا قسم بنقول. إيه قسم من ال مبروكين تستاهلون. سبق وأجريت حوارات مع عدد كبير من أبرز الوجوه الثقافية العربية والعالمية، أمثال فانيسيا ريد غريف وسعيد حورانية، عاصم الباشا، عبد الرحمن منيف، دريد لحام، عادل قرشولي وزياد الرحباني، كثير يعني. تجربة حوارات شو كانت طبيعتها؟ كيف تقيمها؟ ليش ما كملت؟ ليش لهلأ ما بقى صارت هذه القصة؟ يعني الحوار هو نوع من الفن، العمل الصحفي. لا هو عمل صحفي. أنا الآن لم أعد أنتمي لجريدة، أنا الآن كاتب رأي بكتب من خارج الجريدة، من خارج جريدة الوطن. هلا كل هاي الحوارات عملتها وأنا كنت أنا كنت بجريدة تشرين، فكنت أنا أمثل جريدة، لأنه الحوار بدك تعمله انت مين وين بدك تنشره. الحوار مو قصة، لاحظت شلون؟ طبعا. بس يعني انا بحب هذا النوع من لانه حقيقة يعني بيساعدك على انك تكتشف حبك للناس، تكتشف ليش بتحبهم، وتكتشف غناهم، وتكتشف قديش انت مقصر بحق الحياة، انه في اشياء كثيرة انت ما بتعرفها. يعني هلأ لقائي مع فانيسا ريدغريف او لقائي مع مريم مكيبة، مريم مكيبة ممكن بسوريا كلها يكون في عدد قليل من الناس بيعرفوها، هي مغنية من جنوب افريقيا، سيدة يعني سحب منها الجواز تبعها من قبل نظام التفرقة العنصرية، فتلقت خلال يوم واحد 16 جواز سفر، منحت 16 جواز سفر. أنا تعرفت عليها بتونس، كنت بمهرجان قرطاج، يعني بدي أعمل حوار معها، وألحيت عليها، الحيت بطريقة هذا الرجل الأعمال تبعه شو بيسموه، مدير أعمال، مدير أعمال يعني مل مني. بالأخير تصور أنت حددت لي موعد، بموعد عرض الفيلم المرشح للجائزة الكبرى، ومع ذلك جيت وإدارة المهرجان يعني كانت علاقتي فيه ممتازة، عملوا لي عرض خاص، تصور انت صالة سينما عملاقة ما فيها الا شخص واحد عم يشوف الفيلم. فمريم مكيبة يعني الحوار معها تقول لي معي سيريان برافا، شغلة شي شخصية مذهلة. انا بتشرف اني اخذت ضوء من عندها، وانا ما ازال استهدي بهذا الضوء. شيء عظيم، شيء عظيم انك تشوف شخص امرأة مثلا تقاوم نظام تفرقة عنصري وانه بيسحبوا منها جوازها ولا سألاني، بتكمل بالاغنية، بتكمل بقوة الاغنية اللي ما في دبابات قادرة انها تهزمها مثل ما قال تيودراكيس. هون رجعنا للموسيقى وعظمة الموسيقى. اليوم إذا ثنى لك تعمل حوار وطلب منك من صحيفة تعمل حوار مع شخصية معروفة، مين بيخطر ببالك؟ ما في أكثر من اللي بحب أعمل معه الحوارات، ما في أكثر منه. ممكن أعمل حوار مع صديقي محمود عبد الواحد عن، ممكن نحكي عن كل شيء. مثلا ممكن أعمل حوار مع شخص خدعني
وكسر قلبي. ممكن أنا أتحدى. تتحمل وجوده قدامك؟ طبعا أنا بتحمل أي شيء. ممكن أعمل حوار، بتمنى أعمل حوار مع هذا الندل فيلمينج روز، الصحفي الدنماركي اللي لفق الرسوم المسيئة للنبي محمد. أنا على فكرة التقيت فيه بكوبنهاجن. جامعة كوبنهاجن عملت ندوة دولية عن مسلسل سقف العالم اللي أنا كتبته اللي وأخرجه نجدة أنزور. نعم. فهنين كانوا مرتبين أنه في عشاء. قلت لهم أنا أعتذر عن حضور العشاء إلا إذا بدي أعرف مين بدي يحضر. عددوا لي فيلمينج روز، هذا اليهودي الأوكراني اللي إجا وصار رئيس القسم الثقافي بجريدة يلانس بوستون. اعتذرت؟ إيه. لا ما اعتذرت، قلت له أنا أكل معه هذا. قلت له هذا عميل مساعد، عدو بلدي. قلت له أنا مستعد حاوره على التلفزيون تبعكم أو بالبرلمان، مستعد حاوره، مستعد وقف أمامه، بس إنه أكل أنا وياه هذا لن يكون. حجزت بالسينما، حضرت فيلم أفاتار. لا خلصت. لا ما صار العشاء، ما لا. صار ما صار. نجدة اعتذر ففركش العشاء كله. فقصت القصة كلها. صنفت بعام 2014 من مجلة أرابيان بيزنس كواحد من أكثر 100 شخصية عربية مؤثرة بالعالم عن فئة المفكرين. أنه يتذكروك خارج البلد كشخصية مؤثرة، قديش عنا لك هذا الموضوع؟ والله يعني خليني أكون صريح معك، أول ما قريتها جيتني نوبة من الضحك. شو يعني أرابيان بزنس؟ وإنه بس بعدين لما شفت اهتمام الناس السوريين إنه والله يا أخي شغلة مهمة هي، رجعت فكرت فيها حظاً. يعني ماشي الحال، إنه أي شيء بهم إخواني السوريين أنا بيهمني. شاركت بعدد من المعارض السنوية لجمعية التصوير الضوئي بدمشق، شو قصة التصوير وشغفك بالتصوير؟ التصوير أنا بعتبره اصطياد الضوء. يعني لما كنت عم بدرس بالمعهد العالمي لتدريب الصحفيين بهنغاريا بودابست، استاذي اقترح علي اني اترك الكتابة واتفرغ للتصوير. قلت له انا ماني صحفي يعني بالاساس، انا كاتب بكتب قصة. قال لي ترجم لي قصة. قلت له قصصي طويلة. قال لي لخص لي واحدة. لخصت له العريف غضبان. قال لي لا انت كاتب، بس بدي اقترح عليك ما تنشر صورك للآخرين، إذا نشرت صور إليك انشرها مع مقالاتك فقط. شو السبب؟ قال لي لأنه نظرة المجتمع للكاتب المصور غير جيدة. بينتقص من قيمته مثلا؟ ما بعرف، هيك كانت وجهة نظره وأنا احترمت وجهة نظر هاي. وعلى فكرة يعني أنا مرة كنت بتدمر عم صور بمهرجان اللي صار بمعبد بعل. هلا معبد بعل تعرف فجروا الدواعش، وانا عم صور في واحد قاعد والله لا انساها، انه يعني انه فتذكرته لاستاذي هيك انه نعم. قلت له نعم يا اخي. قال لي صورنا يا زلمه، قاعد عم تصور للحيطان وهذا اللي عم يطنطن على الليل على البيانو، صورنا نحن. أخذ وشه كتر يعني. رح يدهمنا الوقت. ترجمت العديد من القصص والمقالات والدراسات من الإنجليزي للعربي، هل تم التنسيق بينك وبين زوجتك الترجمة مثلا؟ هل فكرت مشروع مثلا؟ أنا الترجمة بالنسبة إلي هي مزاج. يعني إذا قرأت مقال وعجبني كتير ممكن ترجمه. لا حبيته، فبحب إذا بحب شغلة بحب كل اللي بحبهم يشاركوني فيها. يعني قصة قريتها عجبتني ترجمة وبنشرها. من المحطات اللي كرمت فيها حضرتك بالملتقى الإعلامي الأول بمهرجان دمشق السينمائي، بمهرجان خطوات السينمائي الدولي، وكثير من المناسبات، وبالجائزة الجائزة الذهبية بمهرجان القاهرة الإذاعة والتلفزيون عن إخوة التراب، تكرمت عن مسلسل ملح الحياة بالذهبية بمهرجان الغدير الدولي عام 2011. يعني حضورك بمحافل تكريمية مثل هيدي المحافل العربية نطاق أوسع خارج سوريا، قديش هو هاجس لحضرتك؟ أنا ما حضرت ولا واحدة. يعني تكرم غيابيا؟ لا غيابيا طبعا غيابية. يعني المنتجين هن اللي بيستلموا الجوائز. بس بيعني لك بيعني لي طبعا، لأنه أنا طرف بالمسألة. طبعا شيء كويس أنه يعني اعتراف بعملك أنه حقق الحد المقبول من الوصول.
هذا شيء مهم، أنا برأيي شيء مهم. نعم، بصدد كتابة سيناريو فيلم حارس الأعجوبة، صح؟ خلص كتبت. خلص لصالح المؤسسة العربية للسينما، رح يكون كمان من نجدة أنزور الأستاذ. نعم. الكبير عن حياة عالم الآثار التدمري الراحل الله يرحمه، شهيد ليس راحل، طبعا خالد الأسعد اللي قطع رأسه بتدمر. قديش نحن مقصرين بحق كبارنا وبننسى نكرمهم لبعد ما يغادرونا. والله التقصير كبير. على سيرة الكبار، هلا أنت يعني اسم البرنامج تبعك فيه كشغلة، يعني أنا طول الوقت عم قول بدي قلك هاي الملاحظة على الهواء، تفضل. يعني إنه الاسم هيك فيه دغدغة للضيف، وأنا حقيقة هاي الشغلة ما بعرف ما بلعبها تمام. يعني كأن أنت عم كبار، شو كبار يعني؟ أنا برأيي ما كبير إلا الجبل، مختصر مفيد. لكن في عنا كبار بيستاهلوا نكرمهم ونكون بدون ما يكونوا كبار. في ممكن تقول يعني هي كلمة كبار. نعم. وثانيا الكبير هذا نسبي، يعني ممكن تقول إنه هذا الكأس كبير بالقياس للفنجان، ولكن الجبل أكبر من الكل، على الأقل بعيوننا وبنظرنا. نحن يعني كنسبة. شكرا. إذا بدك تقول خضت أكثر من تجربة أو لا، خلينا نسأل سؤال، اللي مقصرين نحن بحق كبارنا صحيح؟ طبعا يعني أنا برأيي أنه أقصى أشكال التقصير مثلا أنه يوسف العظمي لحد الآن ما صار عنه فيلم، ما صار عنه مسلسل. يوسف العظمي المرة الوحيدة اللي تقدم شخصيته بإخوة التراب الجزء الثاني، يعني أشير إله، نحكى عنه، انتبهت شو؟ بس ما لم يقدم هذا الفدائي الذي أسس لجلاء المستعمر عن تراب هذا الوطن. برسم اللي عم يسمعوا يمكن لازم يكتبوه. خضت أكثر من تجربة بلجان تحكيم بسوريا، منا عضو اللجنة العليا لمهرجان دمشق السينمائي بال99، كنت كمان عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب، عضو لجنة النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع معرفي، مجتمع المعرفة، وعضو لجنة تحكيم مسابقات دولية للكاريكاتير عام 2008 يمكن. أيضا كثير من المحافل كنت موجود فيها. كيف تقيم هذه التجربة بظل أنها صارت شغلة اللي يمكن ما قالوا شغلة الكثير من الناس بنشوفهم صاروا لجان تحكيم مع أنهم تجربتهم متواضعة لحتى يقعدوا محل هذه الكرسي اللي بيستحقها حدا أهم منهم؟ يعني بعتقد أنه إلى حد ما أستطيع أن أقول أنه أنا ما قعدت إلا بالمحل اللي محلي يعني. وبالنسبة لغيرك؟ أحياناً بيكون في علاقات، انتبهت شلو؟ العلاقات هي اللي بتخلي الديك يصير ديناصور. أنا ما بحب هذه المسألة. بدي أقول لك شغلة، إنه أنا بحياتي كلها، بحياتي المهنية كلها واللي صار يعني أكثر من نصف قرن، لم ألمح لأي ابن امرأة إنه يدعيني لمهرجان أو لأي شيء، لم، على مدى نصف قرن. مع إنه أحيانا يعني خلال الخمس سنوات تعفنت روحنا، الواحد بيتمنى يعني ياخذ شهيق زفير يا أخي. أحيانا بتصير شغلات مختلفة، بعتقد أنه الزمن بصحح، الزمن هو أخطر ناقد على وجه البسيطة. بالأخير تلاقي الزمن هو اللي قال هذا المتنبي هو أهم شاعر أنجبيته هذه الأرض، والزمن قال شكسبير أهم مسرحي، وسعد الله النوس أهم مسرحي عربي، وفلان نجيب محفوظ أهم روائي عربي، حناميني أهم واحد كتب الوحيد. نفس الزمان يمكن حيقول أنه من أقدر كتابنا السوريين الأستاذ حسن ميم يوسف، على أقل وجهة نظري أنا. شكرا لك. سؤالي الأخير لنختم حلقتنا لليوم، بعض الدراسات والمراجعات النقدية تناولت قصصك اللي ترجمت للفرنسي للإنجليزي للصيني والإسباني والروسي وكتير لغات يمكن، وكتبت عنك أطروحات جامعية،
اليوم بعد كل هالسيرة الإبداعية الطويلة، لو يرجع فيك الزمان ومحاي معك ستيكة، شو بتمحي؟ والله أنا ما بمحي أي شيء بما في ذلك أخطائي. لا، في شغلات، هل الندم جزء من الحياة يعني؟ لكن تعلمت. أحكي لك، في واحد عينه واحد مدير لمحمية للنمس بالفيزون. نعم. فهو هذا مدير إداري ما له علاقة بالطبيعة، اكتشف أنه الثعالب بتاكل نسبة كبيرة من حيوانات النمس، فجاب أمر بتصفية كل الثعالب اللي بالمحمية. تاني سنة نزل مستوى الإنتاج، ما عاد حدا اشتراه. صحيح أنه عدد القطع ازداد، ولكن نوعية الفيزون صارت أردأ. فعملوا دراسة شو القصة، تبين أولا أنه الثعلب ما بيأكل إلا النمس المريض، وثانيا أنه الثعلب بيخلي النمس الصحيح أنه يرقض يعمل رياضة غصبا عنه. فرجعوا جابوا الثعالب لهيك المعاناة، الأشياء السيئة هي جزء، يعني بدون ليل ما في نهار، لازم يكون في توازن. طبعا بدون معاناة ما في إبداع، بدون ما تتألم ممكن تعرف شو معنى الفرح. هلا في ناس لأنه ما عندهم كل شيء، هدول بيكونوا مثل الأموات، تلاقي بتطلع فيه ما عنده شيء، مطفي، لأنه حتى إذا بده يلعب شطرنج بتلاقي مدير مكتبه عم ينهزم أمامه، هو متوهم، بيعرف هو بحقيقته أنه خلاص أنه هو ما بيعرف يلعب، بس هداك عم ينهزم أمامه لأنه هو معلمه. فهمت شو؟ نعم. لهيك الألم جزء من الفرح، العلاقة بيناتهم كتير كتير عميقة. هذا النقيض، هذا بيعمل معنا، هدون النقيضين هن الحياة، الليل والنهار، الصفر والواحد، الأسود والأبيض، الذكر والأنثى. نعم. إيه يعني هي الين واليانغ مثل ما بيقولوا الصينيين. صحيح. الحديث يطول. الكاتب والأديب والكبير حسن ميم يوسف، نورتني، شكرا لقبولك دعوتي للبرنامج، شكرا من القلب. شكرا لك، وحقيقة أنا كنت عم بحكي مع صديق نسيت إنه إذاعة، خاصة المخرج عيونه الودودة هيك عم تلمع عبر الكنترول. شغلة حلوة، إنه أنا عم حس أني عم بحكي مع أصدقاء، وهذا شيء مهم كتير. شكرا لكم ولمستمعيكم أيضا. شرفتنا أستاذ حسن، برجع بلتقي فيكم مستمعي صوت الشباب الأسبوع الجاي مع ضيف جديد وكبير من كبار هذا البلد. أضلوا بألف خير. كنت معكم بالأعداد والحوار يا منديب، ومع الكبار إخراج أمير دياب.